هل حلمك انك عايز تعمل فلوس كام؟ عاوز كام؟ هل حلمك انك تخش الجنة؟ ما كلنا عندنا حلم نخش الجنة، ايه اللي عملناه اخيرا عشان نخش في الجنة ان شاء الله؟ فخد بالك حلمك فين، اكتب ورقة وقلم، خد ورقة وقلم، هي باستمرار بتبدأ ورقة وقلم وانت واكتب من غير ما تحلل، من غير ما تقيم. في وقت من الاوقات انا شخصيا من ضمن احلامي، اسمح لي اقول لك عليها، لما كنت صغير عندي 6 سنين كان من ضمن احلامي ان انا اكون بطل مصر في البينج بونج. كنت بقعد للعيبه الكبار لما يجوا عندي في اسكندريه، وكنت اقعد اتفرج على رجليهم وهم بيتحركوا، وكنت برسمهم اعرف اللعيبه الكبار ازاي بيتحركوا واكتشف ده خطا وده خطا. كنت اقرا، كنت افتش، كنت اتفرج عليهم. وبعدين اترفضت من كل النوادي، مفيش نادي انا مالك، لا امشي ولا، كنت بلبس جزمه كوتش واروح للمدرب بتاعي، وشويه شويه قابلني وخلاني ما العبش اطلاقا غير التدريبات فقط لمدة سنة كاملة. بعدين في الآخر كان فاضل بطولتين في السيزن، كان فاضل بطولة نادي الترام وبطولة السويس، ونزلت بعد كده، احسب بعد كده سنين، وانا خدت بطولة اسكندرية وبطولة الجمهورية وقتها، بطولة وجه بحري، بطولة المدارس، وسافرت بطولة العالم، لأن الأحلام بتتحقق. لو كنت سمعت كلام حد ما كنتش لعبت، لأن كانوا يقول لك تطلع إيه؟ هتبقى بطل؟ انتهبل؟ ما أنت عارف ولاد الحلال كتير، هيخليك تغير. عشان كده دول بسميهم حرامية الأحلام، خلي حلمك جواك، طالما عاوز حاجة اكتبها، اقراها كل يوم خصوصا قبل ما تنام، اديها اسباب، خليها في جيبك، حس بيها، وامشي كل يوم خطوه خطوه. لغايه امتى؟ لغايه ما توصل لمرحله بتحقق حاجه من حلمك، ولا هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجه، هتلاقي الناس عماله تغيرك كل شويه. ده كان حلمي الاولاني، وفضل الله سبحانه وتعالى حققته. الحلم الثاني، كنت عايز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم. كنت انزل اتفرج على الفنادق، اشوف اقول مش معقول دي بلد فيها سياح من كل حته، فيها لغات. فبدات اجهز نفسي، اتعلمت انجليزي وتعلمت فرنساوي وتعلمت الماني وحسنت العربي بتاعي، وبدات اجهز نفسي. هم بيعيبوا عليا ان انا بصرف فلوسي في الكلام الفارغ وانا ما اعرفش حاجه، يعني عارف شاب عادي جدا زي اي شاب موجود في الدنيا، لكن انا ما كنتش بضيع وقت في الكلام الفارغ. كنت بطل مصر وبتمرن كل يوم، بلاقي افضل اصدقاء ممكن الاقيهم، لان ممكن تبقى زيهم، لان عارف ازاي انت مين معاك، بتتكلموا ازاي، بتفكروا في ايه. كنت انا الناس اللي عاوزه تنجح، الناس اللي عاوزه تتقدم، مش بضيع وقتها في الكلام الفارغ. عندي بعض الاصدقاء كده نقعد ننكد، لكن هم كده بس، ما كلمهمش في اهداف ولا في احلامي. ودخلت في معهد الفنادق، وقتنا كان عيب تخش معهد الفنادق، بقول لك هتشتغل ايه؟ هشتغل جرسون، هشتغل خدام. ودلوقتي النهارده اصبحت كليه، اصبحت جامعه، كان لازم تديني على كتاف حد، وكنا بنسافر بره، وسافرت بره واشتغلت في الفنادق، واشتغلت هنا في مصر، وصلت يعني بمجهود وصلت كويس جدا، وبعدين سافرت بره، وبدات من غسيل الصحون. الناس تقول لي ما تقولش كده، ما تقولش كده دلوقتي، لازم تعرف عشان اشجعك، لان حلم. عمري ما كنت بغسل الصحون، انا كانت السلمه الاولى في الطريق الى الاداره العليا، فكنت افضل واحد. عارف يعني افضل واحد؟ لما انا بضحك عليه افضل واحد يغسل صحون، لان انت بتكون متميز، اللي انت بتعمله خليك متميز فيه، ما تقولش لما هكون متميز، يمكن لما دي ما تجيش، خليك متميز دلوقتي بالوقت اللي عندك بالامكانيات اللي عندك، واطلع شويه شويه، هتلاقي نفسك في الخطوه الثانيه، لكن انت جواك التميز. وفي 6 سنين حققت هدفي، وكنت اول مدير عام عربي ياخد لوكاندا، كان عندي 2000 عامل، لان الاحلام بتتحقق. ما اصل الاحلام هي بدايه الاهداف، يعني اي حد يقول لك انا عندي هدف، الهدف نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن فكره. والفكره جت منين؟ حاجه جت في ذهنك نفسك تحققها. اسال اي حد في الدنيا عندك هدف، ممكن يقول لك لا، بس لو قلت له نفسك في ايه؟ هيقول لك نفسه في ايه؟ وده اللي احنا بنسميه تحقيق الذات، ان كل واحد فينا عاوز يحقق حاجه جواه عشان يخلي نفسه سعيد في حياته. ان عشان توصل انك تحقق فعلا اهدافك وتعيش احلامك، لازم تبقى عارف في تحديات ممكن توقفك، فهنا انت بتفكر في التحدي مقدما وتحط له كل البدائل الممكنه، فلما يجي بتبقى عندك جاهز. عارف في فرض مثلا انك عندك حد من صحابك او حد من العيله ما بتعرفش تتعامل معاه، ممكن تحصل، ممكن تلاقي نفسك حد مش عارف تتعامل معاه، بتتصرف ازاي؟ من ضمن الحاجات اللي بتقول لو انا اتحطيت في موقف هو قدامي اتصرف ازاي بطريقه مختلفه، انا عارف ان انا ما بعرفش اتكلم معاه، طب ايه تاني ممكن اعمله مختلف؟ ازاي ممكن اتصرف؟ ركز على تنفسك، خد بالك من افكارك، خد بالك من تعبيرات وجهك وتحركات جسمك واحاسيسك، وغمض عينيك وشوف نفسك معاه وانت متزن تماما، اعملها اكتر من مره. لما تكون قدامه هيحصل حاجتين، السلوك القديم لانه متبرمج بعمق، والجديد معنى كده
الشوكة دي ما بقاش لوحده، بتحط حاجة جواها. فتلاقي نفسك شوية شوية العقل البشري المخ بيشتغل بأولويات. يعني ايه أولويات؟ أعلى حاجة بأحاسيسها دي نمرة واحد بالنسبة للمخ، حط فيها أحاسيسك كررها أكتر من مرة، دي بتحل محل دي، ودي بنسميها تحطيم روابط في البرمجة اللغوية العصبية. فأنت ده الرابط ده بيحطم حاجة تانية. ده من ضمن التحديات. فاسأل نفسك باستمرار ايه التحديات اللي ممكن توقفني، وعارف يعني ايه توقفني؟ يعني ممكن توقفك لفترة انك تبعد عن اهدافك واحلامك. طب لو وقفت ممكن يحصل ايه؟ لان لو وقفت في قانون اسمه قانون النية المتناقصة، من ضمن قوانين العقل الباطن قانون النية المتناقصة، انه وانت بتتكلم معايا دلوقتي انا دلوقتي بالنسبة لك نمرة واحد، لان انت مركز عليا. لا، العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجتين في نفس الوقت، فانت مركز على دي. بمجرد ما تخرج التليفون هيجي لك اصبح نمرة واحد، وبعدين حد قال لك حاجة. فالنية المتناقصة بمجرد ما يكون عندك هدف وحاجة تخليك تغير رأيك في الوقت الحاضر او حاجة وقفتك شوية، هتلاقي الهدف اصبح بعيد، وبعدين اصبح بعيد لغاية لنفسك ما عملتش حاجة، ما حققتش هدفك. وده يفتح لك ملف في المخ اسمه نشاطات غير منتهية، وده يضايقك انت شخصيا بعد كده، لان اي وقت تفكر في هدف الملف ده يتفتح تاني من اول وجديد. خد بالك لما تلاقي انا عندي خوف من الفشل، او خوف من الاعتراض، حد يعترض عليك، او خوف من الاستهزاء، حد يستهزاء بيك، او خوف من المجهول، ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك، او خوف من المستقبل، او حتى خوف من النجاح. تخيل في حد يخاف من النجاح. والخوف من النجاح اخطر من الخوف من الفشل. في ناس تقول لك تعرف لو نجحت ممكن هبقى نصاب، ممكن هبقى حرامي، او هفقد اصحابي، لان الناجحين بيبقوا في وحده تامه. ممكن يحط على نفسه هذا الاعتقاد وفي الحالات دي بيبعد. فده نجاح من عارف ازاي نجاح، ولكن الخوف من النجاح يخليه بعد تاني. بنسميها سابوتاج. يعني ايه سابوتاج؟ بيحطم نجاحه بنفسه. بنسميها سكسس سابوتاج، يحضر نجاحه بنفسه. ممكن يبقى معاه فلوس وبعدين يصرفها، مش عارف يصرفها ازاي لانه مش متعود يعيش بالطريقه دي. فده خوف من النجاح. يا ترى عندك اي خوف معين؟ اسال نفسك السؤالين دول، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ والوقت حان انك تبص الخوف في عينيه وتقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا، هتوقفني بعد كده. وبعد كده المؤثرات الخارجيه، خد بالك من المؤثرات الخارجيه. ما تقولش هدفك واحلامك لحد، ممكن يوقفك. اكتب حلمك، اكتب هدفك، اديله اسباب وحطه في جيبك، اقراه خصوصا قبل ما تنام، لان العقل البشري بيبني على اخر تجربه. خلي المخ يشغلها لك طول الليل. لكن لو قلت لاي حاجه اي حد خصوصا في اوله، فتبص تلاقي على طول الشخص يقول لك تعرف مش هينجح، مش هتنجح، مش هينفع، خد بالك يا ما ناس جربوا، مش هتنفع انت كمان، شوف ابن خالك، شوف ابن عمك، هتسيب شغلك يا راجل، ده شرطين على كمي ولا فدانين عند امي، خد بالك ما تغيرش حاجه. ويقول لك بحاجات تحطم لك حياتك تماما. بيقول لك اهدافه هو، احلامه هو، اسلوبه هو، لكن ده يتماشى معاك اطلاقا اطلاقا. فعشان كده خلي اهدافك. زمان كنت اقول للناس كل ما تتكلم على الاهداف بتديها قوه اكتر، دلوقتي بقول لك لا، خليه لنفسك، خلي الحلم لنفسك انت، لانك ما تقدرش تعرف الشخص اللي قدامك. والنفس البشريه غيوره، هتلاقي حد ممكن يغير منك او يقول لك كلمه تخليك يهبط عزيمتك. خليه لنفسك وحط نفسك في الفعل، وخلي افعالك تصرخ. الناس ما تسمعش كلامك لكن تشوف افعالك، حطها في الفعل، اتعلم، حاسب نفسك كل يوم. من التحديات المؤثرات الخارجية، من التحديات المؤثرات الداخلية. والمؤثرات الخارجية أخطر بكتير جدا من المؤثرات الخارجية. من ضمنها الصورة الذاتية. الصورة الذاتية كل واحد فينا عنده صورة مرسومة جواه، اتكونت من تجاربه، من خبراته، من برمجته، ومن آراء الناس فيه. اتكونت له صورة ذاتية عن شكله. لو أي إنسان شايف شكله داخليا إنه سمين، إنه تخين، مش ممكن هنزل وزنه، هنزل شوية ويرجع تاني حسب صورته الذاتية. لأن الاعتقاد الذاتي والصورة الذاتية هي سبب في التغيير الخارجي. فترى صورتك الذاتية عن حلمك إيه؟ شايف نفسك وأنت بحققه؟ لو لا مش هتعرف تحققه، ولو حققته مش هتحس بيه. وفي ناس كتير يحقق اهدافه ويحقق احلامه وبعدين يقعد كده يقول لك الله انا مش سعيد ليه؟ ما انا حققت هدفي اهو، ما انا حققت حلمي، انا مش سعيد ليه؟ ايه السبب؟ لانه مش مبني على قيمه عليا، مش واضح جواك. فالصوره الذاتيه اظبط نفسك. طب تظبطها نفسك ازاي؟ كل يوم قبل ما تنام، دي استراتيجيه كوب الماء، خد شويه ميه صغيره اشربها، المخ متغذى على الميه والاكسجين والجلوكوز. خد شويه ميه وخد نفس عميق وطلع الزفير اطول من الشهيق، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في مواقف صعبه وانت متزن وانت بتحلها. خلي مخك يشوف هذه الصوره، فالصوره اللي جوه بتبدا تتكون بالطريقه اللي انت عاوزها. ومن هنا لما تخرج تاني الصبح، لما تقوم من النوم، كرر نفس الشيء، اشرب نفس الميه شويه صغيرين، وتنفس بنفس الطريقه،
ومن هنا غمض عينيك وشوف نفسك في نفس الموقف. خلي صورتك الذاتيه تكون باستمرار مستمره في الزمن. اللي بتعمله بالليل اعمله الصبح، بتعمله بالليل اعمله الصبح، لغايه ما تبقى صورتك الذاتيه واضحه. هتخرج بعد كده في العالم الخارجي وتلاقي نفسك بتنزل وزنك بسهوله. عايز تبطل التدخين، جوه الاول لازم تشوفها وبعدين بره. عايز تتعلم حاجه، عاوز تحضر دكتوراه، عاوز تتحسن في حياتك، عاوز تكون صاحب شركه، عاوز تكون مدير، لازم صورتك الذاتيه اولا تتغير عشان تقدر توصل تحقق العالم الخارجي. فمن ضمن التحديات الخطيره بالنسبه للانسان المؤثرات الداخليه، ومن ضمنها الصوره الذاتيه. من ضمن التحديات التغذيه التقدير الذاتي، ان الشخص مش متقبل نفسه زي ما هو، بيقارن بينه وبين الناس. انا فاكر في وقت من الاوقات واحد جه قال لي يا اخي شوف انا شكلي وحش ازاي، انا شكلي وحش جدا، يعني ازاي ممكن احقق اهدافي، ده انا شكلي وحش. عمال يقول لي شوف حسين فهمي حلو ازاي، حلو ليه، انا عايز اكون زيه. قلت له يا اخي قارن بينك وبين اسماعيل ياسين وانت هتبقى كويس ان شاء الله، مش معنى تقارن بينك وبين ده. فانا اقول لك حاجه، ما تقارنش بينك وبين ده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حلوين زي ما احنا كده، 24 ايراد، يمكن انت قصير شويه لكن عبقري، واحد يكون طويل شويه لكن اي يكون، كل واحد ربنا ظبطه اكنها بالظبط ذهب 24 ايراد. كلنا عندنا ولو حاجه واحده احسن من بعض. فعشان كده فتش جواك، دور جواك وتقبل نفسك زي ما انت، وقدر نفسك زي ما انت، لان ده التقدير الذاتي. وحب نفسك زي ما انت. انا اول مره قلت الحب الذاتي ناس قالوا لي يا دكتور لا وده مش مظبوط وحب الذات حرام. في فرق، عشان كده في مشكله، دي في السيلف استيم، دي في التقدير الذاتي، بينقسم للتقبل الذاتي والتقدير الذاتي والحب الذاتي. ان انا بحب هديتي زي ما انا، شكلي وشعري وشكلي وايديا، بحب نفسي زي ما انا، ما ببصش في المرايه. انا شفت ناس بيقولي في استشارات في عياداتي بيقول لي انا ببص في المرايه مش طايق نفسي. واحد بيهزر بيقول لما اشوف ببص في المرايه اقول هو كده بس مش احلى. انا شفت واحد بص في المرايه وتف وخرج من كتر ما مش طايق نفسه وراح ماشي. ما ينفعش، لازم تحب نفسك زي ما انت، لازم تقدر نفسك زي ما انت، لان في خلال ما انت بتحقق اهدافك، كل ما انت بتعمل حلمك، اللي انت هتحقق بيه حلمك هو ده، هو ده زي ما انت في نفس المكان. فعشان كده حسن نفسك وحسن احلامك وقوي قدراتك كل يوم. فده من ضمن المؤثرات الداخليه، الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي. الحاجه الثالثه داخليا الثقة في النفس. على فكرة الثقة في النفس هي الفعل، انك تحط نفسك في الفعل. في حاجة بسيطة، لما تنجز هتنبسط من نفسك، هتقدر نفسك، هتزيد ثقتك في نفسك. فشوية شوية وفتش، دور، اقرا كتب، حسن نفسك كل يوم، اعمل تغيير في حياتك ولو بسيط عشان التحديات الداخلية ما تأثرش فيك. فانت عندك البرمجة الخارجية، البرمجة اللي انت اتعلمتها من العالم كله، اللي خدتها من السبع اركان من الاب والام وبعدين المحيط العائلي وهكذا، اتبرمجت من العالم الخارجي، يبقى ممكن تغير هذه البرمجة. المؤثرات الخارجية اللي فيها آراء الناس، المؤثرات الداخلية اللي فيها الصورة الذاتية والتقدير الذاتي والثقة في النفس. اشتغل بدول هتبقى جاهز انك تجهز نفسك لايه؟ انك تعيش حلمك، انك فعلا تعيش احلامك، لانك ممكن فعلا تعيش احلامك. اذا كان الجماعة اللي عملوا الطيارة عايشين احلامهم، انت كمان ممكن تعيش حلمك. دلوقتي خليني بسألك سؤال، للمرة السبعة قلتها سبع مرات، ايه حلمك؟ ايه اللي عايز تحققه؟ عايز تبقى ايه؟ عايز تكون ايه؟ عايز تصبح ايه؟ عايز تعمل ايه؟ اللي انت نفسك تعمله او تصبحه اكتر من اي حاجه تانيه في حياتك. بس هنا خد بالك، لما تقول انا عندي حلم عاوز احققه، خد بالك تقول انا نفسي احققه، ولما احققه بتقول ما انا ماشي بتمتع بالرحله وحاجات كتير جدا هتتحسن في حياتي. فتقبل نفسك زي ما انت في الوقت اللي انت فيه، وتتطلع بعد كده للمستقبل. في حلمك لو حلم في المستقبل، في حلمك اقعد دلوقتي ورقه وقلم اكتب حلمك. دلوقتي ادي دوره الاحلام اللي انا وعدتك بيها اكتر من مره. الحلم عباره عن فكره، ففكر في الحلم اللي انت عاوزه ده في الوقت الحاضر، بس فكر فيه وانت قاعد معايا دلوقتي. اللي انت عاوز تحققه سواء في الجزء الروحاني او في الجزء الصحي او في الجزء الشخصي او العائلي او الاجتماعي او المهني او المادي، اللي نفسك تحققه حلم، بس حلم. دلوقتي اكتبه، اكتب احلامك من غير ما تحلل، من غير ما تقيم، من غير ما تقول حاجه اطلاقا، اكتب الحلم. الحلم الحلم خليه يتراكم شويه شويه. عندك احلام كتير. انا لما اقول للناس فكروا في الاحلام،
على طول يروح للفلوس. انا عاوز فلوس، عاوز فلوس كتير. اقول لهم احط ايدك اليمين كده واقول انا التسامح بيقترب الي والحب بينجذب. اول ما اقول لهم فلوس يعملوا كده على طول، عايزين فلوس تنجذب الي، لان الفلوس اكبر من الحياه. بس خد بالك لو انت ما استحقهاش مش هتيجي، ولو جات لك هتبقى فتنه وهتجنك. فلازم تكون جاهز داخليا تنظف نفسك علشان ما تجيلك تبقى ماده، جزء مادي روحاني. فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه اكتر واكتر واكتر واكتر. ومن هنا لما تسال نفسك ايه حلمي وايه اللي هيتحسن في حياتي بسبب ان حققت فعلا هذا الحلم، فالواجب اكتب اول حاجه ايه الحلم اللي انت عاوزه. فدي اول حاجه بتبدا ايه الفكره. طالما جت فكره، مجرد فكره، عشان كده لما بدات في الاول خالص قلت لك كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقه لا خيالا. الحلم بقى خاطر بفكر فيه، وبعدين بقى احتمال، امكانيه وامل، وبعدين اصبح حقيقه وحطيته في الفعل، اصبح واقع. السيارات واقع، وما عندكش فكره عن التقدم العلمي اللي بيحصل من دول. كل حاجه بتتحرك بسرعه، الموبايلات فيها فاكسات وفيها ايميل وفيها كل اللي تتخيله ما كانش موجود قبل كده. لو كان معاك موبايل وفتحته قدام اي بلد من 50 سنه كانوا حرقوك في الشارع، كانوا عندك جن ولا حاجه. النهارده اصبح موجود في كل حته عادي وعارف واصغر. ايه السبب؟ احلام، احلام ناس. بص الطب كل حاجه بتتعمل، زمان عمليات جراحيه كانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت بتاخد معدات دقيقه، دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر وبتتعمل اسرع. الهندسه، اي حاجه في الدنيا، شوف اي حاجه هتلاقي فيها تقدم علمي وفيها تقدم بشري. طالما في نمو بشري، في تنميه بشريه وفي تنميه روحانيه. طول ما انت ماشي حاجات بتتحرك، فليه انت ما تكونش من هذه التحركات؟ عشان كده خد بالك من الثلاث مبادئ دول. المبدأ الأولاني، خد بالك المبدأ ده مهم جدا، وأنا طول عمري عايش بالمبدأ. مفيش حاجة في الدنيا اسمها فشل، في نتائج. مش مبسوط بالنتائج ارجع للفعل وغيره. فليس هناك فشل، ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت عملته اتعلمت منه، لما تحطها تاني في الفعل هتكون افضل. لما حد يقول لي الماضي عندي صعب، طب لو رجعت للماضي هتتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا، يبقى انت اتعلمت من الماضي. زعلان ليه من الماضي؟ ففي الحالات دي مفيش حاجه اسمها في الدنيا اسمها فشل. قول لنفسك كده، ما تقولش انا فاشل. وليس هناك فشل، ولكن هناك خبرات وتجارب ومهارات. وده اول مبدا. المبدا الثاني، لو كان اي انسان في الدنيا حقق اي شيء، طالما انسان وطبيعي زينا انا وانت كمان، ممكن نحققه، بس في شروط. فان شاء الله لما اشوفك المره الجايه هنكمل بقيه الدوره وهنتكلم على هذه الشروط عشان نقدر ان شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا. ما احنا عايشين. فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا، عاوز الناس يعرفوا ايه، عاوز الناس يتعلموا ايه، عاوز الناس يقولوا عنك ايه. فمن هنا تبدا افكر في الكلمه دي ممكن. عايزك تكررها، قول ممكن ممكن ممكن. عارف كل ما تقول ممكن هتحس بامكانيه، قولها ورايا ممكن ممكن. هتحس في حاجه حصلت. لما تقول ممكن يبقى في امل، ممكن يبقى في احتمال، ممكن يبقى اكيد ممكن. لما تكرر 4-5 مرات هتلاقي الامكانيه بتزود الرغبه، بتزود القوه في اي حاجه تحلم بيها. فكر فيها ودي احتمال، وكرر كلمه ممكن على الاقل 3 مرات. وقت ما اشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار، لان تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيلة ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد اداهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل، انت مش دول. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيده الكريمة كان ممكن يكون فيكون، انت معجزات في معجزات معجزات.